لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب. يتواصل دعم واهتمام وزارة الداخلية بشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية. فبمناسبة انتهاء العام الدراسي تم اصطحاب هؤلاء الشباب من أحياء أهالينا ومعا والأسمرات بالقاهرة إلى الإسكندرية، ومعهم بشائر الخير واستضافتهم بأحد الفنادق التابعة لوزارة الداخلية، حيث نظمت الوزارة معسكرا صيفيا لهم في إطار الملتقى الثالث لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة. شهد مسابقات رياضية على شاطئ البحر المتوسط، استمتعوا خلالها بالأجواء الصيفية الرائعة والترفيهية والرياضية التي عمت المكان. لما تشوف أفضل حال فيك يحمو يا ابن اليوم الدين، وليك يا مصير الدين لأجل بلدنا بلد الأعمار. حابة أشكر مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس إنها جابتنا الإسكندرية وخلتنا عشنا اليوم ده، كان يوم كله تحديات ومنافسات ومسابقات وكان يوم حلو. وعلى مدار أيام الملتقى الثلاثة تم تنظيم زيارات للمعالم الأثرية والحضارية التي تزخر بها مدينة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية كانت البداية للتعرف على معالم المدينة، حيث تعرفوا على قيمة هذا الصرح العلمي والثقافي العالمي الذي يضم الكثير من الإرث الحضاري، واستمتعوا كذلك بالعروض المتحفية المتنوعة. شباب إن هم في هذا السن يشوفوا البعد الثقافي والتاريخي والعلمي والبحثي بتاع مصر في صورة مكتبة اسكندرية، وإن من ضمن أحسن 10 مكاتب في العالم، مفيش شك إن هتدي إحساس بالفخر وهتخلق عندهم نوع من أنواع الانتماء. أنا مبسوطة إن أنا جيت الإسكندرية وشوفت مكتبة الإسكندرية، صراحة كبير، لقيت فيها مخطوطات جميلة جدا وحاجات أثرية جميلة، وطبعا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو دخلنا مبادرة جميلة زي دي. وأنا مبسوطة جدا إن أنا شفت تاريخ بلدي وحضارتي، واللي أنا جيت مكتبة الإسكندرية وما كنتش بصراحة متوقعة لا يكون بالحجم دوت وبالمظهر الجميل ده. لما تشوف أفضل حال فيك يحمو يا ابن اليوم الدين، وليك يا مصير الدنيا لأجل بلدنا بلد الأعمار. شمل الملتقى زيارة إلى حدائق المنتزه وقصورها التاريخية ذات الإطلالة الساحرة على البحر المتوسط، وشاهدوا ما يتم داخلها من تطوير تقوم به الدولة لإعادة رونقها المعماري والجمالي. توجه الشباب المشاركين في الملتقى الثالث إلى قلعة قايتباي والتقطوا الصور التذكارية بين جنباتها، حيث تعد القلعة أبرز المزارات الأثرية بالإسكندرية. حاجة ممتازة جدا ان هم شغفونا وزاروا اماكن تانية كتير، وده يعني في رأيي انه بيعمق الانتماء للوطن وبيشوفوا حضارة بلدهم. انا فخورة ببلدي وفخورة بالحاجات الجميلة انا بشوفها ببلدي، وبشكر السيد الرئيس السيسي على المبادرة دي لان هي بتخلينا نتعرف على حضارة بلدنا والمتاحف الموجودة في بلدنا احنا ما شفناهاش قبل كده. الجولة تضمنت أيضاً حدائق أنطونيادس التاريخية وأشجارها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ وتماثيلها المتنوعة. سعيد جداً بالرحلة الجميلة ديت، أنا بصراحة مبسوطة جداً وبشكر سيادة الرئيس على كل المواضيع اللي عملها لنا وأنا بحبه. لما تشوف أفضل حال فيك يحمو يا ابن اليوم الدين. شمل الملتقى زيارة إلى متحف المجوهرات الملكية الذي يضم مقتنيات نادرة من العصر الملكي. عنوان المبادرة حلو قوي، جيل جديد. طبعا الفكرة في ان هي مش بس مجتمعات حضارية جديدة او مباني جديدة، لا كمان احنا بنبني الشخصية بحيث ان هي تبقى تكون شخصية مواكبة للعصر، متحضرة واعية عندها ثقافة كافية. فطبعا اضافة البرامج الثقافية للموضوع دي كانت اضافة حلوة قوي منكم، واحنا مبسوطين قوي ان هم عندنا النهاردة، ونتمنى ان هم يستفيدوا حضاريا ويستفيدوا اثريا من المعلومات اللي موجودة في المتحف. كنت النهاردة مبسوطة واتفرجت على حاجات جديدة وجميلة، وكنت اول مرة ليا هنا وبصراحة اتبسطت، والمبادرة دي اسعدتني كتير. اتعلمنا في مبادرة كلنا واحد معلومات جديدة ونقاشات
وأماكن بلدنا وتعلمنا الولاء لبلدنا. على هامش الملتقى نظمت الوزارة محاضرات لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لتعريفهم بالمشروعات القومية وقيمتها للوطن، وكذا خطورة الاستخدام غير المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي. بتعمل ايه على السوشيال ميديا؟ عارف مين بيكلمك؟ عارف مين بيحط لك الفيديو اللي انت بتشيره من غير ما تعرف اذا كان صح ولا غلط؟ مين الايد اللي بتكتب على السوشيال ميديا وانا ما اعرفهاش؟ لازم افكر هو اللي بيكلمني على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على تويتر، على انستجرام، ده بيكلمني ليه؟ عايز مني ايه؟ مين هو؟ وياريت ما شيرش حاجة او اتعامل مع حاجة او اصدقها وانا مش عارف هي صح او غلط، لان ازمة هذه الايام هي ان المعلومات محدش يعرف هي صح ولا غلط. النهاردة أنا مش جاي أكلمكم على المشروعات القومية اللي في البلد كده وخلاص، يعني مش جاي النهاردة حفظك البلد فيها إيه، أنا جاي أكلمك وأقولك إحنا بنعمل إيه أو البلد بتعمل إيه عشانك. وعقب هذه المحاضرات ولأول مرة ضمن فعاليات مبادرة جيل جديد، نظمت الوزارة مسابقات ثقافية بين طلبة وطالبات المناطق الحضرية الجديدة عكست التطور الذي أحدثته المبادرة في ثقافتهم ومدى معرفتهم بالإنجازات والثوابت الوطنية. ما اسم المشروع القومي الذي يستهدف استصلاح عدد كبير من الأراضي الزراعية؟ أنا اسمي يوسف عبدالله فريد الأسمرات، هو مشروع مستقبل مصر. إجابة صحيحة. طيب نكمل سؤالنا مع فريق معانا، كم عدد محافظات مصر؟ اسمي فاطمة من فريق معه، عدد محافظات مصر 28. الإجابة خاطئة، عدد محافظات مصر 27 محافظة. فريق بشير الخير، ما اسم المشروع القومي الذي يستهدف تنمية الثروة السمكية؟ الاستزراع السمكي. إجابة صحيحة. لقيت النهاردة في تفاعل كبير، ردود أفعال حقيقة رائعة جدا، الأطفال وشبابنا فاهمين هما بيقولوا إيه، فاهمين يعني إيه المشروع ده قومي، فاهمين يعني إيه المشروع ده بينتج، بيطلع إنتاج إيه للبلد، يعني إيه بيوفر فرصة عمل. واللي عجبني أكتر وأكتر التنافس ما بينهم بقى، جميل إن إحنا نبقى بنتنافس في حاجة بنحبها. النهاردة إحنا في مبادرة جيل جديد وعملت لنا مسابقة بين الأربع حياة اللي هي حي بشار خي وحي أهلينا ومعا وحي الأسمرات، وشاركنا فيها الحمد لله وخدنا مركز أول باسم الحي الأسمرات الحمد لله. تعاوننا مع بعض وخدنا مركز أول وكسبنا في مسابقات ثقافية وتلاقينا لنا حاجات جديدة بتحصل في المبادرة. أنا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة كلنا واحد جيل جديد، إن هو فعلا خلينا إن احنا نصدق إن في حاجة اسمها جيل جديد وإن احنا فعلا طالعين على المستقبل. وفي لفتة حضارية وإنسانية حرص الملتقى على تكريم المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية من طلاب المناطق الحضارية الجديدة. هم دول حراسة اللي رفعين راسة واقفين وقفة راجل واحد مصر حلوة بناسها. واختتم الملتقى فعالياته بحفلة موسيقية وترفيهية كبيرة امتزجت فيها فرحة هؤلاء الشباب باللوحة الجمالية على شاطئ البحر، وعكست فرحتهم بهذه المبادرة التي أحدثت نقلة نوعية في شخصيتهم وثقافتهم. لما تشوف أفضل حلفين يحمو يا ابن اليوم الدين وليك يا مصير تأتي قيمة مبادرة جيل جديد وأهميتها في أنها استطاعت أن ترتقي بكل القيم التربوية والثقافية والوطنية لدى شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وزادت من طموحاتهم وتطلعاتهم ليكونوا أفضل لخدمة وطنهم، ورسخت لديهم قيم الولاء والانتماء للوطن وفخر بما ينعم به من حضارة وجمال وإنجازات.